Allahu Akbar, Allahu Akbar. هاي وصلنا البيت يا ابو خالد. خالد خالد لا يا ابو خالد لا ما بلعب ما بلعب مره لا ما بلعب ترى شيء ولا شيء لا لا تستنى محمد ما تقصر قرب انزل على النادي لا 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 بس قرب مره يا هلا في البيت عندي لا بس شوفك ان شاء الله قريب في مال شوفك هيها محمد عايش في قصر وانا عايش في البيت النخران انا لازم اروح البلدية وقابل المدير وشوف لي حل في الموضوع على الاقل يعدلوني هالبيت
لازم أروح، لازم لازم لازم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك يا وليدي. يا وليدي أنا عندي مشكلة. عندي بيت صغير. عندي 3 عيال. ومدخولي ضعيف. كنا ننام في الغرفة الوحيدة. وش أسوي؟ أبي أقابل المدير، أبي أعرض عليه مشكلتي، إذا تبغى تساعدني يا وليدي. يا ولدي. يا ولدي. يا ولدي. هلا. أشكي لك الحال من الصبح أتكلم. خير، شو شكوى الحمد؟ شو هي شكوى يا ولدي؟ مستعجل أتكلم أقول لك. أنا عندي بيت صغير. عندي بيت صغير وعيالي واجيين ما حد منهم يشتغل. خير تفضل. أبي أدخل عند المدير. يا أبو خالد. يا أبو خالد. دخل عند المدير ومن نوع الدار تعال وادخل عند المدير. لها الدائرة فيها قوانين. في تصير عند الكاميرات تحت تأخذ عنهم أرقام تسجل لك موعد ويا عند السقفية دخل عند المدير مرة واحدة. مدير مساق. مدير مش موجود صراحة. بقى يا كيف مش موجود؟ المدير مش موجود بقى يا الله. موجود المدير توني صراحة. عنده اجتماع بقى يا الله. ليش يا ولدي؟ ليش؟ شو ليش يا ولدي بعد بكذب عليك؟ المدير مو موجود، قلت لي موجود، خلاص موجود عنده اجتماع. حشم شيء بدي بقى يا الله. حالتي صعبة. تعمل شيء ثاني؟ حالتي صعبة يا ولدي. كلنا حالتنا صعبة وشك ولدي. هل تصعب يا ولدي؟ خير وشاك. يا ولدي. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله بندر. أهلين كيف الحال؟ تفضل تفضل بندر تفضل. المدير موجود؟ المدير موجود، الإدارة موجودة، كل المقاول موجود، تفضل يا عمرو تفضل، أمر بشيء، تشرب شيء ماء قهوة ما بشرب شيء. تفضل تفضل. المدير أحسب الأرض اللي جنب بيتنا، أبغى أنا واللي يبني. المدير موجود، قبل أدخل عند المدير، الأرض ملكك، والفريج ملكك، الفريج اللي قدامهم، الماء كبرها، الله عندي طلب صغير من بارك الله فيك يعني تعرف انت قول مستبي قول خلاص اللي جازه قربات ام العيال تبي تسافر والعيال بيتانسون يعني انت عارف الوضع تفضل تفضل منا تفضل تفضل هذه 50,000 لا 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 تسلم يا بندر ريال الخير نعرف إذا تبل إذا تبل حلاوة شو الله يخليك ريال الخير يا بندر عارفينك انستغرام خير يا اخوي خير يا اخوي خير خير هذا اللي بنكد عليه قلنا لك يا اخوي توكل على الله موعد بعد شهرين 3-4-5 ما عليه لين ما يطلع المدير من الوكر مالي يا رجل تفضل
حياك الله يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. توكل على الله. زمن الواسطات والرشاوي. هيتشك هيتشك هيتشك. حسبي الله. نعم تتميز المؤسسات الداخلية في التدقيق الداخلي سواء على مستوى السلطة أو على مستوى أصحاب القرار أو على مستوى الإدارة نفسها. هناك متابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وأيضا هناك متابعة من ولي عهد إمارة الفجيرة وزيارة أصحاب سمو الشيوخ للبلدية أو للمؤسسات بشكل عام. هذا الشيء يساعد أو يحد من ظواهر سلبية اللي أنت ذكرتها. الزيارات أو التدقيق الداخلي يساعد إنه يحد من هذه الظواهر السلبية عن طريق إحساس الموظف نفسه أو شعور الموظف نفسه بالمسؤولية المجتمعية تجاه العمل وفقا للوائح وفقا للأنظمة وفقا للقوانين المتبعة في المؤسسة نفسها. وجود مثل هذه الظواهر السلبية والمواساة الخاطئة اللي ذكرتها تحد من سمعة ومصداقية المؤسسة. وجود أيضا هذه الظواهر سواء على تأثر على المستوى الشخصي أو على المستوى المؤسسي الحكومي أو المحلي. عشان تتغلب على هذه الظواهر لازم يكون عندك كادر واعي بكيفية التغلب على هذه الممارسات الخاطئة. لازم يكون عندك إدارة واعية وقادرة على أنها تتم العمل على الحد من هذه الظواهر بالمتابعة المستمرة، متابعة الإدارة أو متابعة ذوي القرار أو أصحاب القرار على الحد من هذه الظواهر. المعايير المستخدمة لتوزيع الأراضي، بلدية الفجيرة ممثلة بقسم خدمات الأراضي وضعت معايير لتوزيع الأراضي أو الشروط خاصة لتقديم الطلبات، موجودة طبعا في موقع البلدية الإلكتروني وأيضا موجودة عندنا في قسم خدمات الأراضي. حاليا بلدية الفجيرة أطلقت نظام معني بتوزيع الأراضي بكل مصداقية وشفافية وفقا لرؤية ورسالة البلدية. النظام هو سمارت فجيرة ونظام معني بالدرجة الأولى للعميل إنه يستطيع من خلال هذا النظام إنه يختار أرضه بنفسه.